محسن بوهلال لاعب فريق الجيش الملكي، لعبت مع المنتخب الوطني كلاعب مدافع متأخر. الكرة بالنسبة لي أنا هي كل شيء في الحياة ديالي، لأنني ملي كنت صغير وأنا مولوع بالكرة. كنظن هاد السنين اللي لعبتها دازت في واحد المرحلة جيدة، لا بدنيا لا تقنيا لا كل شيء. كما قلت لنا 12 عام راك غتكون دوزتي واحد العدد كبير ديال اللاعبين اللي الحمد لله وخسر لنا الكره، دابا بيناتنا اتصالات ولقاءات وحتى مقابلات حبيه ديال القدماء اللاعبين. كنظن الا رجع بيا الزمن كما قلنا 89 باش بديت مع الفريق الاول، كنظن بانني تخلقت للكره وكنت غادي نحاول نتبع كره القدم. بالنسبه للبوست اللي كنت كنلعب فيه، تيلعب فيه دابا اللاعب بن عطيه، عنده تجربه كبيره اللي محتاجينها. كنعاتب عليه في بعض الاشياء، بعض الاخطاء وبعض التمريرات الخاطئه، لان خصو يكون شي شويه ديال التركيز والكونسونطراسيون، لان ديك البوست كنعرفوا بان اي كره ضاعت كتكون قريب للشبكات كتسبب لك في هدف. الاختيار ديالي ديال المنتخب ديال العالم من القدام بحراسة المرمى كنختار شوماخر ديال الألمان. بالنسبة لاريير دروا كنقول كافو ديال البرازيل، اريير غوش روبرتو كارلوس. بالنسبة للدفاع كاين باريزي و بوتيتر بويول. بالنسبة لوسط الميدان كاين بطبيعة الحال مارادونا، كاين ميسي، كاين انيستا. بالنسبة للهجوم كريستيانو رونالدو ديال البرازيل وريفالدو.